السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا اوفياء مشاهدين مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم من داخل وخارج ارض الوطن. العديد من المتتبعين الاوفياء تابعوا معنا القضيه ديال فاطمه الزهراء اللي اختفت منذ يوم الاثنين، فاليوم ولله الحمد الفرحه كترجع للبيت ديال هذه الاسره. هذه الان فاطمه الزهراء بين احضان ديال العائله ديالها، فكنتمنى انكم تتابعوا معنا الكيفيه والطريقه اللي جات بها فاطمه الزهراء لبيت الاسره ديالها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اختي اول حاجه على سلامتكم. الله يسلمك اخويا. على سلامتكم اختي. الله يسلمك. قولي لنا اختي كيفاش جات فاطمه الزهراء؟ الحمد لله كيفاش جات؟ الحمد لله والشكر لله، لقيناها جايه بوحدها. جات بوحدها، ما عرفناش شكون اللي جابها. حتى لهنايا حطوها حدا الباب الجديد. حنا كنقلبوا ما خلينا حتى قنت. انا كنت في المحكمة، درت شكاية للوكيل المالي، درت شكاية للرأي العام. الرأي العام عطاني برا، قال لي غتديها للدائرة ديالك وجدها يلا جايباها للدائرة ديالي. حتى كنسمع كيجيني اتصال كيقول لي بنتك راه هي في الباب الجديد. شكون أول واحد شافها؟ أول واحد شافها؟ أول واحد شافها هاد الناس، هاد الناس، هاد الجيران هما الأولين شافوها. هاد صحباتي هما الأولين عيطوا لي في التليفون، قال لي جي راه بنتك راه جات، راه اللي جابها حطها في باب جديد. جاتها في طاكسي مسكينة. جات في طاكسي. جات في طاكسي. الحمد لله بعد طاكسي بوحدها. يعني شي واحد مصيفطها من الطاكسي مخلص. شي واحد مصيفطها طاكسي مخلص جابها حتى لا هي جات على رجليها مسكينه، ما فهمتيني بخير الحمد لله. جات منين جات بسلام دابا راه الحمد لله. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر ليك. ودابا كنحمد الله ونشكره على بنيتي اللي لقيتها بقى ما بقى الحمد لله. حتى هي هذيك ما مسوسه ما مقربه ما والو، كنحمد الله ونشكره وكنطلب الله تبارك وتعالى لا يعاود على شي علينا ولا على شي مسلم. واش غنقول لك؟ ها انتوما كتشوفوا فيها دريه مسكينه مزنقه حمراء حالتها بالصهير، ما كتنعش ما كتشوفوش، كتبات فيقه وتضل فيقه. ها انتوما الحاله توريك. ما سولتيها ما قالتلكش فين كانت؟ ما كدويش معايا. شكون اللي جابك؟ شكون اللي جاب؟ شكون اللي جابك فاطمه الزهراء هنا؟ شكون اللي جابك فاطمه الزهراء؟ شكون؟ جابك من الطاكسي؟ من الطاكسي ما تعرفش. مريضة مريضة. تتعب وحدة. من جد درب سلطان بوحدة. بوحدتي تاهي درب سلطان بوحدة. تحسنا نعرفوا فين كانت. شي مشكل. عطيها بجوج. دوي معايا اختي. فاطمه الزهراء على سلامتك. الحمد لله. الحمد لله فاطمه الزهراء على سلامتك. من جيتي بنتي لداركم؟ كي جات كانت الدخله ديال بنتك؟ الحمد لله. عطيها عطيها من جوج. صافي ما بقاش لك كبقى نهضر على هضره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنتي كانت مختفية، فهمتي؟ وكنا ديرنا شكاية لوكيل المالي وشكاية لوكيل العام، وهاديك المضع اللي فيها هي فيها السيوفا والناس. واخ واخ واخ. يعني الدرية جات عيب وحدها هنايا. جات بوحدها شنو الطاكسي جابها حطها هنايا، حتى جات الراسة حتى دخلت عندي. بغيت نسول بنتي تقول لها مالكي؟ قالت لي بابا ما بغاش تجاوبني، مع مريضه ما تتهضرش معايا، هادي ما فهمنا والو. حتى قالوا لنا شي ناس ساكنين حدا واحد المضع. البلايص اللي قلبتوا فيهم كاع هاد الخمس ايام. البلايص اللي قلبتوا فيهم في هاد الخمس ايام نهار يمشى بنهار السيد. ودابا اخويا حنا اللي تنطالبوا من هاد الشيء. حنا دابا حنا ما عندناش شوف، ما عندناش اخويا الجد. الحمد لله ما عندناش اخويا الجد في الصراحه باش غنداويو هاد البنت. راه حنا معذبين وتعرف مع هاد المرض اللي كاين هاد الوباء وتنعيشوا في الجوطيه راه ما كاينش. تنحمد الله ونشكر حتى ندبروا باش ناكلوا. ولكن الجدير لا جاد الله. دابا حنا خصنا في هاد البلاد بحال دابا هادي مريضه خصنا نمشيو للسبيطار، ما كاينش اللي تيساعدنا. خصها هادي دابا لا ديناها للسبيطار، خصها تستقبل، خصها الدواء،
حد الدنيا كلها بالوجهيات، راه الروضه بالوجهيات، راه الروضه لا كنتي عندك راه الدفن هنا ما عندكش الدفن في الكل الخالي، حيت حنا خويا تنعيشوا بزاف في العذاب والله اللي تيعلم بينا وما غيحس حتى واحد، حيت حنا في الجوطيه تنعيشوا اكثر من عائلاتنا، سميتو تنحلوا عينينا وحنا تنتشافوا تنبكيو كاملين تنضحكوا كاملين تنتخاصموا تنتصالحوا، ولكن راه مني مشات فاطمه راه تعذبنا بزاف ما عرفناهاش، واش شي حد زيدها بالعاني دار شي خلا وخلاها حتى جات ما عرفناش هادشي ما عرفناش حتى شويه لقيناها في باب جديد ما عرفنا دابا هي اللي غتجاوبنا راه ما تدويش فاقد الاهليه فاقد الاهليه حنا تنطلبوا من هاد الناس المسؤولين خاصنا بحال خاص الشعب الى مريضين ولادو يحنوا فينا هاد الناس اللي واصلين وقارين ما يخليوش لنا ولادنا تضيعوا ومعذبين حيت ما عندناش الجد حيت ملي غيخرجوا لينا الدواء ملي غيخرجوا لنا الطريطمة غنقدروا نشريوها ان شاء الله ما غنقدروش نعاودوا نشريوها خاص الناس اللي عندهم الرميد يعيشوا مع هاد المسؤولين اللي زادوا عنا وعذبونا ومرضونا حنا ولادنا راه الله اللي تيعلم كيفاش نعيشوا رانا رجالتنا راه تا هما تيبيعوا معنا تلاقينا معاهم في الجوطيه تيبيعوا يشريو تجوزنا معاهم هادشي تلاقينا معاهم دوكيره وما بقاوش خدامين راه كيما تلاقينا معاهم كنا تنعيشوا هاد الناس كلهم حاله والله اللي تيعلم بها وتنطلبوا من هاد المسؤولين القضيه غادي نقولها لك من وزاره الصحه بخصوص نجيك من الاخر شي كاع هاد ولاد حي شعبي هادو اي واحد ضعيف مسكين ما تيبغوش يشدوا ليه الحق ديالو وما تيبغوش يديروا معاه المزيان ثاني حاجه خويا ما نكذبش ما تيديروش معاه بنادم المزيان راه معذبين توقف شي واحد كلاس هادي 60 عام لا لا كلشي على المدار العبوديه في هاد البلاد كلشي على المدار حنا تنطلبوا من هاد الناس والله بلاد ديال العبوديه تنطلبوا من هاد الناس يوقفوا معانا منين نمشيو للسبيطار يوقفوا معانا يكونوا المحسنين يعاونونا عليها ما عندناش ما عندناش باش نعيشوا ما نادي ما راه اللي تيعطي درهم كاين اللي تيقول لها ما عنديش اش تصور تشريهم غير تيدو جافي راه ما عندها ما تتصور يمكن بابات الجرده تضلات تشطب تضل معذبه اللي دخل سيق من ورا كيفاش تعيش وشوف اخويا الدريه كيفاش جات ها حنا راه خمس ايام وحنا كلشي تيجري ما يكونش الدريه مسكينه ما تتلقاش شي ما تتلقاش كاين بعد المرات شي واحد تيعاونها في الدواء ولكن مره اخرى ما تيلقاوش خاص هاد الناس يعطيونا الدواء يعاونونا زيد 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 فين يزيدوا وكلشي زادوا فيه في الروضه في السكر في الزيت في الحياه حنا تنطلبوا من هاد الطب وهاد الناس اللي ما بلا 36 كما تيقولوا راه حتى هي خويا بالوجهيات الا مشيتي وما كنتيش عندك المظهر ما تدخلش صح انا شفت امراه وقفوا معاه بدون اسامي وقفوا معاه ناس دخلات به فيه وحنا ولادنا نديهم وقف سير وعدير واخا يكون ولدك في العين عشمي يحنوش فيك هاد الناس خويا راه حنا معذبين وتنطلبوا من سيدنا يوقف معانا ومن السي الحموشي حتى هو يوقف معانا يشوف هاد الناس ضعفاء حنا في المدينه القديمه الجوطيات بوسبير معروفين اللي جا غيقول لكم عايشين العذاب راه ملي جيت ناس اللي فينا هاد الناس كلهم هادي راه ضاربه من الثمانينات انا راه مازال زيده في 84 راه جيت في 2000 قولوا جوج هنايا انا بديت تنشرب سناني ها هما كلنا طحنا معذبين حيت هازين الهم بزاف والتحيات لسيدنا وقف معانا الله يسترك ويستر دريكتك راه معذبين سمحوا لينا سمحوا لينا بزاف اذا رسالتك الاخيره الناس اللي وقفوا معاك المغاربه الصحافه السلطات المحليه الناس اللي عندهم اللي ما تيوقفوش ما حنا واخا نشربوا كاساتين الجموع معانا وداروا مجهودات معانا الله يسترهم الله يخلي لهم وليداتهم والناس اللي ساندونا الله يجعل ربي يخلصهم ويعطيهم صحيحتهم والله يجعل ربي يعاونهم وانا كنقول خلاصة القول الله يجعل سيدي ربي الله يأدي منك منك أدي خوه وحنا اللي دار هادشي في هاد البنت حنا تابعينو تال عند الله
ما نسمحوش ليه لا في الدنيا ولا في الاخره. التعليقه ديال الناس يقول لك علاش حبستي راجل حيت هي الناس يقول لك علاش معلومات غير اللي مرضوك الله يصحتها. واش كاينين شي معلومات باقي باغي نزيدهم في هذا الموضوع مخبينهم والناس يقول لك علاش حبستي راجل في الاخره. باقينا خويا حيت حبست راجلي راجلي حيت بغينا تنديروا القانون حيت بغينا نتبعوا المسطره ديال القانون حيت حنا عارفين بحق القانون. باش ملي نمشيو ندخلوا للقانون غنقولوا لهم هذوك الناس يعني كاينين شي معطيات بدون اسامي وملي غنمشيو للقانون غنوريهم الدليل وغنوريهم الدخاشش وما هذو اللي باينين تلقاهم ساهلين تيمشيو. خاصنا نعرفوا الدخاشش اللي تيخشيو فيهم الوليات. خاصنا نعرفوا الدخاشش فين تيتخشاو الوليات. شكرا. هما هنا راه باينين ما كاع ما تيأديونا ولاد الدرب ولاد دربنا مقطعين وما تيأديوناش ماهم أداونا تيأديو الدخاش اللي برا على هذا. المهم انا فرحت بنتي الله يكبر بكم الصحافه والشي اللي عنده شي بنت يحضيها وكنشوف الدريه مريضه تنبغي نتبع لها الدواء تمشي للسجله تاع الدواء المحسنين تنقول المحسنين يعاونونا بهاد الكوش ديال هاد الدريه. انا ما خدام ما ردام مريض فتاع القلب دير عمليه دير عمليه ديال القلب نوريكم الفتحه ديال القلب باغي تشوفوها. ما بغيناش يعني النمره ديالك راه يلقاو الناس في الروبورتاج ديال الاختفاء ديال بنتك النمره ديالكم اللي بغى يتصل للمساعده هذه رسالة للمتابعين جريدة صوت العدالة يعني حتى النمرة راه كاينة في قولي لي النمرة راه حافظها 07-13-63-002 عاوديها عاوديها 07-13-63-002 الله يرحم لكم الوالدين وسمحوا لنا على تبرزيط اللي برزطناكم وشطنا مع شطناكم معانا. الله يكثر خيركم والله يكثر من جالكم. نتمنى تكون مرحبتونا وقفتوا معانا الله يخلي لكم عزاني. مرحبا مرحبا الله يستركم. هذا واجب ديالنا اخويا هذا واجب ويخلي لكم وليداتكم انتم تحسوا بريوزكم بان احنا موعدين. اكيد حتى انا طنت السبيطار تويت للطبيب ديال الفلوس ديال الطبيب ديال الفلوس وهادي وانا ما عنديش ما خدام ما والو ما خدام ما والو. هذه الرساله ديال توصل المحسنين تنتمناو من الناس يكونوا سمعوا النمره ونديروها في التعليقات عاوتاني تكون النمره باينه وتنتمناو يعني الرساله ديال هذا السيد الطلب ديالو يبقى اداه صغيره بعد المحسنين. شكرا. انا هضر معك مشاهدينا الاوفياء الحمد لله. اذا مشاهدينا الاوفياء كيف ما شفتوا معنا الحمد لله بعدا على سلامه فاطمه الزهراء وعلى سلامه الاب ديالها والام ديالها والاسره ديالها اللي رجعت للاسره ديالها. بطبيعه الحال كما سمعتوا كاين بعض الامور اللي ما يمكنش ندخلوا فيها احنا الدور ديالنا كينتهي حتى لهنا حتى لنقل الخبر وباقي الامور القانونيه فاكيد كاين عندها جهات مختصه كاين النيابه عامه كاين امن وطني كاين سلطات محليه كاين هما اللي كيتكلفوا بهذه المسائل هذه. حنا الدور ديالنا اعلاميين يعني مراسلين صحفيين وصلنا الخبر بطبيعه الحال باش ما نعرقلوش السير ديال القوانين وديال المسطره اللي غادي تتبعها بطبيعه الحال النيابه العامه فاكيد ما يمكنش تدخل في حيتيات. هذه هي الامور اللي بغينا نوضحها لبعض الناس اللي يتكلموا على اساس انه الاب بغى يتكلم في شي حوايج ولكن بطبيعه الحال باش ما نعرقلوش السير ديال المسطره. لهذا فاكيد غادي نوصلوا لكم كل جديد في هذه القضيه هذه. الى هنا سناتي عن نهايه البث المباشر. كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.